السلام عليكم. دكتور خالد عبد الكريم النونو، جراح عام وجراح أوعية دموية، المدير التنفيذي لمركز فيرست ميد للجراحات اليومية وشير هولدر. الحقيقة نحن بدي أحكي شوي عن مركزنا. نحن مركز فيرست ميد للجراحات اليومية هو عبارة عن مشفى مصغر تم إنشاؤه من عدة أشهر لإضافة بصمة جديدة بقطاع الطبي والصحي بدبي بشكل مميز، ليكون مواكب لدبي المميزة بكل شيء. وتوخينا بالموضوع أنه يكون بمكان نوعا ما يفتقر أو ينقصه المنشأة المميزة. استطعنا خلال فترة بسيطة من الزمن أنه نستقطب نخبة جيدة جدا من الأطباء الاختصاصيين من جميع الاختصاصات ليكملوا الفريق اللي عنا. نحن بمركز فيرست ميد للجراحات اليومية الحقيقة عنا قسمين، قسم الانبيشنت اللي هو بيضم غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة مع غرف مرضى وصيدلية، وفي عنا قسم الاوت بيشنت او العيادات الخارجيه اللي بتضم جميع الاختصاصات من قسم جراحه التجميل، من الجراحات بكامل انواعها، الجراحه البوليه، الجراحه العامه، جراحه البدانه والسمنه، جراحه المناظير، بالاضافه لقسم نسائيه وقسم الجراحه العظميه وعلاج الالم. عنا قسم مميز ب أجهزة الليزر وأجهزة التنحيف والعناية بالبشرة والجلد والوجه، ومنتأمل بإذن الله أنه نضيف بصمة جيدة للقطاع الطبي بدبي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنوعد جميع القاطنين بالإمارات العربية المتحدة بكل جديد على مستوى العالم بالطب والصحة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. Balsam for health promotion.